من دائرة البلح ينضم إلينا أيمن أبو شنب مراسل الغد. أيمن، كيف هي الأوضاع لديك؟ كيف يبدو المشهد هذا الصباح؟ سيناريو يعني في هذه الأثناء تتعرض أو يتعرض مخيم شمال مخيم النصيرات، منطقة المغراقة، منطقة وادي غزة، منطقة أو محيط أبراج الزهراء. هذه المنطقة تتعرض لقصف مدفعي عنيف ولإطلاق نار من قبل آليات الجيش الإسرائيلي، وإطلاق نار من طائرات من نوع كواد كابتر، وإطلاق نار أيضا من الزوارق الحربية الإسرائيلية في تلك المنطقة. وهناك حديث عن تقدم لآليات الجيش الإسرائيلي في تلك المناطق، لربما يقوم الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة بعملية محدودة لمنع لربما تساقط قذائف الهاون أو قذائف الفصائل الفلسطينية. لكن ما نسمعه حتى هذه اللحظة هو السماع لدوي إطلاق نار من أسلحة مختلفة، وأيضا قصف مدفعي مكثف على تلك المناطق. لا أحد يستطيع الوصول إلى تلك المنطقة كونها منطقة عمليات عسكرية، وبالتالي يصعب على سيارات الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إلى تلك المنطقة. أيضا طائرات من نوع كواد كابتر تقوم بإطلاق النار على منازل للمواطنين في المخيم الجديد في النصيرات، وبالتالي نحن بانتظار ما إذا ستكون هناك إصابات أو شهداء جراء تلك العملية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في المناطق الشمالية من مخيم النصيرات. لكن حتى هذه الساعة لم تصل أي من الإصابات من تلك المناطق، ولا أحد يستطيع الوصول إلى تلك المنطقة، فقط نسمع دوي الانفجارات العنيفة والإطلاق نار من أنواع مختلفة من الأسلحة، من طائرات كواد كابتر، من آليات الجيش الإسرائيلي، ومن الزوارق البحرية الإسرائيلية. لكن لربما تتضح خلال الساعات القادمة ما الذي يدور في تلك المنطقة. لكن باقي المناطق في وسط قطاع غزة، شرق دير البلح، شرق المغازي، شرق البريج، مناطق يسودها حتى هذه اللحظة الهدوء الحذر، ولم نسجل أي يعني غارة إسرائيلية أو قصف مدفعي خلال الساعات الماضية على تلك المناطق. لكن هناك تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية والطائرات المسيرة التي يعني تحلق على علو منخفض في سماء وسط قطاع غزة بأشكالها وأنواعها المختلفة. استمرار التحليق المكثف يعني استمرار للغارات الجوية الإسرائيلية وللقصف المتواصل على مناطق مختلفة من محافظات قطاع غزة في اليوم 57 بعد 200 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. أيمن أبو شنب مراسل الغد من دير البلح، شكرا لك.